هو العجل لما بتقع بتكتر سكاكينه ولا ايه؟ انا عايزك بس تعرف ان انا ناوي اعلم عليك النهارده. متاكده؟ عايزك تشوف الكامبين اللي انا نازله بيها حالا. انا ناوي افتح جلسه النهارده فري للنيو يوزرز. طب انا عاوزك بس تتاكدي السيرفر عندك شغال ولا لا. شغال يا حبيبي وزي الفل. لا والله، ده قبل ما ادخل عليه ولا بعد ما دخلت عليه؟ مالك ما تهزرش، انت عملت حاجه؟ لا انا قلت اصبح بس على مراتي حبيبتي اللي عاوزه تقعدني في البيت. مبروك عليك اليوزر الجديد. مالك انت كده هتعملي مشكله كبيره جدا في شغلي يا حياتي. لا انا شايف بقى انك تقعدي في البيت احسن، تاخدي بالك من جوزك. بقول لك ايه، بتراقبيني ليه يا عمري؟ ها يلا بقى اشوف بعد الشغل.